مريض أصيب في جلطة قلبية حادة أدت إلى توقف القلب، تم منعاشه وعمل له قسطرة قلبية، وكانت شرايين هذا المريض مغلقة تماماً وفي عدة أماكن. لكن الأمور اللي ذكر هذا المريض أنه كان يتناول خلطات ومستحضرات يزعم البعض أنها تؤدي إلى خفض كوليسترول الدم وتنظيف شرايين القلب، مثل الزنجبيل والليمون وكبسولات زيوت الأسماك وعدة مستحضرات أخرى. لذلك يجب التنبيه، وهذا الكلام ليس فقط للمرضى وإنما للأشخاص اللي يروجون لوجود هذه الخلطات، لا توجد أي خلطات تستطيع تنظيف شرايين القلب، وهذا الكلام غير صحيح ولم يثبت أبداً، وللأسف أدى لوفاة الكثير. هناك بحث نشر العام الماضي في مجلة الأمريكان كوليج أوف كارديولوجي قارن بين جميع هذه المستحضرات وهذه الخلطات وأدوية كوليسترول الدم، فشلت جميع هذه الخلطات وهذه المستحضرات في عمل أي شيء أو تنظيف شرايين القلب، بل إن أقل جرعة من أدوية الكوليسترول كان مفعولها أقوى وأهم. لذلك يجب التوقف عن نشر هذه الأمور ويجب الاهتمام في النشر الصحيح.